الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة، المنظمات الخيرية والجمعيات، الشخصيات الاجتماعية، رجال الأعمال، أهلا وسهلا بكم في هذا الحفل. لقد اخترنا أن يكون هذا الحفل مختلفاً عن غيره كبداية لتدشين إن شاء الله المرحلة الثانية للمؤتمر الإغاثي الثاني الذي سينعقد إن شاء الله قريباً، وستكون هذه بادرة لكي ينتشر أيضاً أخبار هذا البلد الذي عانى الكثير. لقد كنت أحمل الإغاثة إلى كل بقاع العالم من اليمن في وفد بطائرة خاصة، ولم نستطيع أن ندخل إلى سراييفو، فهبطنا في مدينة اسمها سبليت قريبة من سراييفو، ونزلنا بالإغاثة. كانت الطائرة محملة بمملوءة بالإغاثة من اليمن، مواد علاجية، وذهبت إلى سراييفو أحمل معي مبلغ من المال من اليمنيين 5 مليون دولار، سلمته لعلي عزت. هذا اليمن البسيط في رحلة واحدة من رحلاتي كانت هذه مساعدتهم لشعب البوسنة. كان اليمن ينطلق إلى أي كارثة في أي بقاع من بقاع العالم بغض النظر عن ديننا أو عرق أو جنس. والآن اليمن المكلوم، اليمن الذي الآن نحن نحتفل في هذا المناسبة في تركيا، بلد الحرية وبلد العدالة وبلد الإنسانية، آوت كل المشردين وآوت كل الناس الذي فقدوا أوطانهم. فشكرا لتركيا وشكرا لرئيسها وحكومتها وشعبها. إننا نعامل هنا كأننا في بلدنا. شكرا جزيلا لهم. كما أشكر المنظمات التي لبت الدعوة، ولقد عملنا هذا التدشين سريعا، لم يكن له عدادا كبير،
إنما في 3 أيام أو 4 أيام، من أجل أن نحظى بوجود 180 منظمة خيرية موجودة جاءت في المعرض الذي أقامته اتحاد الجمعيات والمنظمات الإسلامية في العالم الإسلامي الذي يرأسه السيد علي كرد جزاه الله خير. ولولا أنه اليوم صار له أزمة يعني طارئة، مرضا شديدا، لكان بيننا ويعتذر، وننقل سلامه إليكم جميعا. وكذلك أيضا الذي الحفل تحت رعايته الدكتور ياسين إبطاي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته. كان تبليغه سريع يعني قبل يوم فقط من الحفل، فلم يتمكن لأنه كان عنده ارتباطات سابقة، فيعتذر أيضا ويبلغ سلامه إليكم جميعا. والحفل هو تحت رعايته. أقول لكم أنه هذا اليمن، هذا الحفل الذي أتيتم إليه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم الخير وأن يجعل خطواتكم في ميزان حسناتكم، وأن يجعل هذا الحفل إن شاء الله مباركا بواسطتكم، تنقلوا أيضا المأساة التي سترونها في هذا الحفل إلى أخوانكم في كل بقاع العالم. كل واحد يستطيع يساهم، إن لم يستطيع بماله فيستطيع أن يساهم بجهده وأيضا بالمادة الإعلامية الذي يستطيع أن يصنعها في وسائل الاتصال الاجتماعي. جزاكم الله خير. أيضا عندي أخي الأخ جمعان الزهراني، وهو الشخص الذي أيضا دائما معنا في كل احتفالاتنا، وهو الدكتور جمعان. الآن هو يعتبر من أعلام العمل الخيري في العالم الإسلامي، جزاه الله خير، لبى الدعوة وجاء من السعودية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته، وأن إن شاء الله يكون له مساهمة في هذا البرنامج. ولكم الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.